طب يا جماعة، أنا كده هتكلم إن شاء الله. أوكي، إحنا النهاردة هنتكلم على موضوع اسمه إيه؟ الـ Anti-Mog Associated Demyelination The Newcomer. دي حالة هنفكر فيها مع بعض كده. SA, a 20 years old young lady, a student in a university, presented for the first time in July 2018 with acute painful diminution of vision on the right eye. يعني right optic neuritis عادية جدا. No other symptoms. Family history. كان عندنا mother عندها systemic lupus and she died from its complication. Examination. Visual acuity كان 66 with relative absent pupillary defect. تمام. والexamination كان مورينا 66 visual acuity. Otherwise, normal examination, ما كانش عندي أي حاجة, flexor plantar sponsor, just optic neuritis. عادي جدا, IVMP, 1 gram for 5 days with satisfactory recovery, followed by short course of oral steroid tapering. الـ MRI, brain and cervical spinal cord were requested. الـ cervical MRI was normal. تعالوا نشوف الـ MRI كان فيه. This is the brain MRI of the patient. زي ما احنا شايفين في عندنا hyper-intense lesions موجودة. هنا هو حتة زي البيزل جانجليا موجودة, هنا هو فالي فنتريكيولر موجودة, هنا هو برضه فالي فنتريكيولر, وموجودة يمكن نقول جوكستا كورتيكال هي سب كورتيكال, يعني موجودة في ماني ليج في ماني سايتس. اوكي, طب انا بس عايزة الامبريشن بتاعكم. هنا انا عندي برضه زي ما احنا شايفين الليجنز, ادي منظر الليجنز ديت, وادي عندي حاجة كمان سيريبيلر ليجن, هنا كورتيكال جوكستا كورتيكال ليجن انتيور تمبرال. يبدو اللوكيشن بتاعها زي لوكيشن اوف مالتيبل سكلروسس, فاليفنتريكولر جوكستا كورتيكال انفراتنتوريال, لكن شكل الليجنز الحقيقه شكل الليجنز خير يا ايمان؟ عايزه ايه يا ايمان؟ ايمان رفعت ايديها, في حاجه مشكله من اولها كده يا ايمان؟ في مشكله؟ ثانية عشان انا ايمان, ايمان بليز رايت وات يو وانت, لو عندك حاجه بليز رايت ات داون. اوكي يا ايموس, فشكل الليجنز لا مش تيبيكال اوف ام اس, رغم ان اللوكيشن از تيبيكال اوف ام اس, لكن شكلها مش سيركمسكرايبد, مش اوفويد, تحس انها شويه كده فلافي, يعني مش مريحه المنظر ان نقول ان هو ام اس وانت مطمن في بيشن زي دي. What are we gonna do؟ تاني نفس القصه, ادي الليجنز بتاعت العيانه. اوكي, ده في تي 2 زي ما كنت بقول, this MRI is typical for MS brainstorming, وانا اوريدي غششتكم انه شكله location wise يبدو typical, لكن في الحقيقه هو شكله lesion wise اللي هي اسمها topography, مش topography, اللي هو المنظر نفسه بتاع lesions, size shape of the lesions, شكلها مش مريح انها تكون MS large, اما يكون حاجه defective او مشروع defective MS. تاني بنقوله, بأكد كذا مرة بأكد هذه المعلومة, إنه it's not only about the site of the lesions of the MRI but also about the shape and the size of the lesions. تمام, فإحنا الـ MRI قدينا شفناها, هنشوف how we will further proceed with this patient. DAP can delay latency of the right eye. Collagen vascular battery كان نيجاتيف وعملناه طبعا لأن عندي history بتاع المدر بتاعها, in addition للabnormal shape of the presenting lesions. كل حاجه كانت الحقيقه كانت نيجاتيف توتالي, وبعد كده اهوت في المرحله ديت هي غشينا عشان خاطر نديها الديسيجن فور ثيرابي, يعني هي بعد ما خدت الاي دي ام بي واتحسنت واتعمل لها الورك اب ده, جات لنا عشان خاطر نقول لها يلا بقى بروسيد, احنا ندي ويتش دي ام دي, ده كان الريفيرال بتاع العيانه دي. بس دي ام دي, دي ام دي ازاي؟ يعني ادي كده دي ام دي على المنظر ده. الحقيقه طلبنا سي اس اف عشان خاطر نكونفيرم الدياجنوزس, فالسي اس اف فعلا اتعمل وكان بوزيتيف فور اوليجو كلونال بانز, والاي جي تي اندكس كان عالي 1.4, كان تقريبا دبل. طيب ستيل رغم ان انا عندي بوزيتيف سي اس اف ورغم ان انا عندي اوبتيك وايت سيمتوم كومباتبل مع الام اس, لكن هل احنا مرتاحين كده يعني فريلي جوينج ايزي جوينج ان العينه دي ام اس؟ الحقيقه اي واز نوت فيري هابي وذ ذيس ام ار اي. المهم ان هي راحت تاني للنيورولوجيست اللي هو يعني عمل لها الاي في ام بي واداها, قال لها خلاص انت
اوبتيك موايتس الكرايتيريا وعندنا سي اس اف بوزيتيف بروسيد انت هتاخد انتكيرون بيتا وانس ايفري. فعنا بدات فعلا الانتكيرون 3 ويكس ليتر ذا بيشنت ديتيريوريتد سيجنيفيكنتلي ديفلوبت ايه بقى بيهيفيرال تشينجز ابيثي بلانتد افكت disorientation to place and persons, hallucinations, حاجات كلها behavioral لكنها داخلة في encephalopathy مش داخلة هي فعلا كانت encephalopathy. generalized hypotonia, lack of sphincteric control, encephalopathy. no fever. بس المنظر كان منظر فعلا encephalitis. منظر encephalitis. she was admitted to the ICU, MRI brain was repeated. what is this? what is this? lesions دي اللي شفناها لا دي lesions كبرت. lesions اللي موجودة بقت كبرت كبرت حاجة زي ادم. المنظر ده منظر زي ايه ده اكيد ديسيميتد انكيفالومايلايتس. ايه اللي ممكن يحصل يعني احنا كلنا ساعتها عملنا برين ستورمينج وات هابن العيانه كانت ماشيه في سكه معينه خدت عليها وات هابن فور ذس. هل ده انكيفالايتس سوبر ادد كده بالصدفه؟ هل ده ايدم؟ ده اتش اي في انكيفالوباثي؟ كل الديفرنشال دايجنوستس بقى فتح معانا. هل ده لوبس سيريبرايتس ان ذا كونتكست اوف هير ماذرز هيستوري؟ هل ده اجريسيف ام اس فدخل فيها تنيفاكتيف على طول ترانسفورميشن؟ هل ده ان ام او وجايب اوبتيك وايتس وجاي لي بايتيبيكال ام ار اي بيكتشر؟ لانه الان ام او اكيد دكتوره نادين طبعا اديتكم محاضره عظيمه عنه وعرفتوا انه الان ام او ممكن يجي بنورمال ام ار اي برين ممكن يجي بليجنز ويتش ار اي تيبيكال اوف ام اس في الام ار اي اوف ذا برين. بس السيرفايكال ام ار اي هنا كان عندنا ايه نيجاتيف. اوكي ف كل البوسيبيليتيز الحقيقه كانت محط اذرز مش عارفين يعني فعلا ما كناش عارفين. فتعمل لها تاني وفي ايه سي اس اف بص ذس اوكي مش هنخلص بقى ولا ايه؟ يس فاينلي يا جدع. فتعمل لها سي اس اف مره ثانيه اوكي بس المره دي بقى سي اس اف فور سيلز اند فيرولوجي لكوتين فلايتس. طلع اي سيلولر وذ نيجاتيف فيرولوجي proteins were slightly elevated كانت حاجه بسيطه. HIV was negative. aquaporin was negative. the patient was diagnosed as edem with possibility of lupus cerebritis ما عرفناش ان احنا يعني نرول اوت كومبليت. المهم عملنا ايه عايز managed as edem فبدانا in 5 days without improvement مش اي ريسبونس. عملنا extension 7 days some improvement يا دوبك with relative clearness of consciousness بدات يعني شويه الديسورينتيشن يقل وبدات تبقى يعني في امبروفمنت في البيهيفير بتاعها وبتتكلم معانا. was further extended to 10 days والدنيا بدات تتحسن جدا. احنا الحقيقه كنا خلاص بنبلان لبلاكس يعني كنا بنبلان لازم اكستشينج في الفتره دي بس لما لقينا ان بعد الخمس ايام التانيين الاكستنشن الدنيا بتتحسن جدينا على كده وبدانا خلاص الست بدات تبقى في ساتسفاكتوري ريكفري فول كونشسنس نورمال بيهيفير نو سايكوزس اونلي مايل كوجنيتيف امبيرمنت بس asking about her ايه اللي ما بيقولش تقول فين ماما فين ماما as if she's still living يعني. لكن الحاجه الوحيده بس she was clear بنسبه نقول 90% 95% ما محتاجناش ان احنا نعمل بلاكس. خرجت على اورال بريدنيزولون. الاورال بريدنيزولون ده كان قلنا هنسحبه على اقل من مهلنا بحيث ان احنا في الاخر يبقى في مانتنس عندي 10 مللي جرام وكانت بلاند انها تاخد ديتوكسيمات. اما احنا بنبقى الدنيا عندنا مش كلير انف you are not having a clear definite diagnosis بعدين ال patient دي what happened هل الانتركيرون هو اللي عمل لها worsening we don't know واحنا من الاول مش مرتاحين لشكل ال MRI of the brain بتاعها. فقلنا هناخد حاجه اللي هي ايه زي ما تقول cosmopolitan treatment. بعدين القصه اللي حصلت لها دخلت لها كانت very aggressive دخلنا في encephalopathy فاحنا we should برضه manage with aggressive therapy فاحنا اخترنا ناخد detoximab درءا للفتن. what can this patient be في الاخر actually انا ما اديتهاش تايتل. طب لاحظوا احنا قلنا ده والله كانت ايه ده امال كان ايه اللي قبلها بس احنا مش ام اس مبدئيا. تعالوا نشوف الجراف ده عباره عن ايه. عباره عن اوفرلاب بين 3 سيندرومز هنرقصهم طبعا من الام اس الان ام او والانتي موج اسوشيتد دي مايتش. الانتي موج هو ده ذا نيو كمر. احنا دايما بنتكلم على الام اس بنتكلم على الان ام او بنقول الان ام او اكوابولين بوزيتيف واكوابولين نيجاتيف. بس في حقيقه الامر اتضح انه هذا الاكوابولين نيجاتيف مش هنقدر نقول دلوقتي انه ان ام او وكان الان ام او خلاص بقى فقط اللي هم الاكوابولين بوزيتيف. لكن
الـ NMO-like presentation اللي هو aquaporin negative هيبتدي يترحل ناحية الـ anti-mug associated demyelination ويبقى entity لوحدها ويخرج من الـ NMO spectrum disorder. لكن في الآخر التلاتة بيتقاطعوا في clinical pictures قريبة من بعض, imaging features شوية, CSF positivity نسبيا, ففي overlap واحيانا ما بنعرفش ان احنا definitely نقول which is which. في الحالة دي بنلجأ ليه الجود spectrum immunosuppressant زي الازاتيبرين زي الريتوكسيماب زي الميكوفينوليت سودي او ميكوفينوليت موفيتيل اللي هو السلسل. The emergence of anti-MOG associated demyelination started في 2015, ده لسه يدوبك طازة جدا. Suggested nomenclature بتاعته المج antibody associated demyelination, مج antibody associated inflammatory demyelination, في الاخر سميناه مج antibody associated demyelination او مج add associated demyelination. ايه بقى قصة المج؟ ايه المج؟ المج is myelin oligodendrocyte glycoprotein. This is a protein expressed on outermost lamella of the myelin, موجود على الطبقة الخارجية من المايلين sheath and the surface of the oligodendrocytes in the CNS. والoligodendrocytes مسؤول عن ايه؟ عن تصنيع المايلين. الموج represents كان يا جماعة less than 0.05% of the total myelin proteins, ولكنه على قد ما هو قليل ليه role in very important and vital functions. عشان كده في سندروم دلوقتي معمول باسمه. What are the functions of the MOG؟ مش عارفين, بس في speculations. لاحظوا القصة كلها بقالها يدوبك خمس سنين بنكتشف في المج مع بعض. بيقول ان هو موجود على surface of the oligodendrocytes وبيregulate ال microtubule stability, بقى ليه direct function ب major function في ال oligodendrocyte. فهو لو حصل فيه مشكلة ممكن قوي يأثر على ال oligodendrocyte function فمن ثم ال myelination process كلها. Participating in the interactions between myelin and its players. كلام شايفين كلام very broad وكلام عام لانه مش عارفين specify بالظبط بيعمل ايه؟ لسه بنشوف. يقول لك ليه علاقه بالcellular adhesions. Mediator of the complement activation cascade. وعشان كده هو احنا لو نعرف الكومبلمنت ده مسؤول عن مين, الكومبلمنت activation cascade عن الانم او باثولوجي. في حين انه دي مايلينيشن حاجات حاجه سلمى عشان كده هو مخلط بين الاثنين, بين الام اس هو على الاوليجودندروسايت بيأثر على الفانكشن بتاعتها وكمان بيأفكت الكومبلمنت كاسكيد, فعشان كده هو ليه فيه ازاي الام ام او. دي واحده بس جينيسيس برضه لسه الامور متوقع هنتكلم بالي سنتين عن بوديز اجينست ذا مايلين بروتين. ادي عندي هنا ادي المونج سبيسيفيك انتي بوديز, ادي المونج هو, ادي عندي هنا البلازما سيلز اللي هو طبعا بيطلعوا من الانتي بوديز. فهو بيروح لي فين؟ بيروح لي على نفس القصة. حاضر. هاي تروح لي على الموج يعمل له destruction. ديسل. This is it. Antibody. Anti-MOG antibody. فهنا مع دول الأساس. عشان كده ما نختار له حاجة. نختار له حاجة إيه؟ حاجة anti-B. صح كده؟ فديسل. Plasma cells secreted antibody. قلت بدلتي. وعبارة عن antibody. Until we have things to do with genesis and تطور العين. Clinical syndromes. They present بكل أشكال الـ NMO. كل أشكال الـ NMO. الخمسة syndromes بتوع الـ NMO ولا ستة syndromes بتوع الـ NMO. هو بيبريزنت بيهم. Optic neuritis. وغالباً في 25% نقول يعني 25% الـ optic neuritis يبقى bilateral. يبقى optic neuritis ممكن يبريزنت بإيدم especially في الأطفال. ممكن يبريزنت بميلايتس, يبقى نفس الفيتشرز الكور فيتشرز of the NMO. optic neuritis, transverse myelitis, area postrema هنا عندنا مش common قوي في الانتيموج ولو انها ممكن تبقى موجودة, ولكن الكومن أكتر في الانتيموج الإيدم especially في الأطفال. ممكن يجي brain stem syndrome, دانكيفاليك سيندروم, سيريبرال سيندروم زي ال ان ام او. ده هو بالظبط ممكن يجي لنا دي الاكوابورين ان ام او سبيكتر ديس اوردر فيتشرز كل الكرايتيريا بتاعتها ان
condition ممكن يجي لي الانكيفالايتس لوحدها او الاوبتيك نيوفايتس لوحدها وهكذا. ده الانتي موج. فالانتي موج وكانه سينونيم فينوتيبيكلي للام ام. ادي عندنا هنا دي كانت ستادي في 2017 بدوا يبصوا على الكلينيكال فينوتايب في عدد من الانتي موج اسوشيتد دي مايليشن بيشنتس. تعالوا نشوف كده ايه الاخبار. انا عندي هنا ده واحنا عندنا هنا في التشيلدرن مهمين جدا جدا في الانتي موج اسوشيتد دي مايليشن، ليهم نصيب كبير من الانتي موج. والادلتس ادي عندي دول الادلتس وادي عندي هنا مين التشيلدرن. هنلاقي ان عندي الايسوليتد ايه بايلاترال اوبتيك نيوفايتس موجود هنا في الاطفال وموجود في الكبار، بس موجود في الكبار اكتر سنه. الايسوليتد يونيلاترال اوبتيك نيوفايتس موجود برضو نفس القصه. الايدم هنلاقي ان كل اللي بيحصل ايدم اطفال اكتر. هنلاقي ايسوليتد شورت سيجمنت ترانسفيرس مايلايتس، لان ممكن يبقى عندي الترانسفيرس مايلايتس تيجي بال اي تي ام اللي هو لونج اكستنسيف ترانسفيرس مايلايتس، ممكن تيجي بشورت سيجمنت. الاثنين موجودين معانا في الانتي موج اسوشيتد دي مايليميشن. isolated LETM موجود في الاطفال وفي الصغيرين، بس هنلاقي الترانسفيرس مايلايتس الشورت سيجمنت اكتر في الادلتس، لكن الثاني اللي هو LETM موجود في الادلتس وفي التشيلدرن تيجز في التشيلدرن بس لانه معاها الايدم والانكفالوباثي. اذرز وات ايفر بقى حاجه ثانيه يجي لك سيريبيلا يجي لك باي فيتشرز ثانيه او حاجات ميكس، حاجات ميكس اوبت وايتس على ترانسفيرس مايلايتس موجوده في التو كاتيجوريز اوف ايتش. طب لو هنفرق بين الثلاثه سندرومز ضد بعض، الام اس الام او والانتي موج، ديموغرافيكس كايج كجندر، تعالوا نشوف. احنا عارفين طبعا الومن، تعالوا نشوف نصيب الاسد. بس تعالوا كده في الموج هنلاقي انه الومن بتمثل قد ايه، بتمثل حوالي نقول 70% مثلا في الام اس 70 to 75%، لكن اقل ريشيو يعني بنوصل ان ممكن يكون الموج يعني ريشيو للميل الفيميل اقل من الان ام او واقل من الام اس. الان ام او 90% فيميلز، ريشيو تفتكروا 9 to 1 فيميل تو ميل، والام اس زي ما احنا عارفين بنتكلم فيه 2.5 to 3 to 1. الميديان ايج اوف انست 31 to 37 years، بين الام اس اللي هو عشرينات ثلاثينات والان ام او اللي هو دخلنا فوق ال 35 واربعينات، فهي جايه بين الام اس السن بتاعها اعلى شويه من الام اس واقل من السن بتاع الان ام او. ده كديموغرافيكس. كلينيكال برزنتيشن ات انست، احنا قلنا ايه من شويه، اوبتيك نيوفايتس ذا كور فيتشر، عندنا مايلايتس بريستيم انكيفالايتس كل الحاجات دي. اوبتيك نيوفايتس بنتكلم على انها بتيجي اكتر سيمبتوم ممكن يجي في الانتي موج 60 to 75% يجيب اوبتيك نيوفايتس، حوالي 45% في الان ام او، حوالي 15 to 20% في الام اس. يبقى هو يتصدر الاوبتيك نيوفايتس فيتشرز. بايلاتراليتي اوف ذا اوبتيك نيوفايتس بنتكلم في حوالي 35 to 40%، في حين انه في الان ام او بتبقى بايلاترال بس اقل من كده بكتير، حوالي 15% نقول افرج 10%. وطبعا البايلاتراليتي تبقى very very rare في الام اس، تبقى نسبه لحوالي 1% لو حصل. مايلايتس هتتصدر الان ام او في المايلايتس اللي هي مايلايتس يعني ترانسفيرس مايلايتس، دي لك مايلايتس كامله كده. او هنا هو بنتكلم مايلايتس ممكن توصل لحوالي 20%، ولو ان المايلايتس في الام اس زي ما احنا دايما بنشوف ما بيديش بيكتشر اوف اكيوت ترانسفيرس مايلايتس، تجي لك بيكتشر اوف باراباريسز اسيمتريكال باراباريجيا كده، لكن المايلايتس دي فيتشر اوف ان ام او. ذن الانتي موج. برينستيم انكيفالايتس ممكن توصل في حوالي 10% برضه اون ذا افريج 8 to 14% وحوالي 3% في الان ام او. دي الكلينيكال فيتشرز، يبقى تتصدرها الاوبتيك نيوفايتس والبايلاتراليتي اوف ذا اوبتيك نيوفايتس. الام ار اي هنلاقي الاتي، سوبرا تنتوريال ام ار اي ليجنز، تفتكروا اكتر حاجه فين؟ طبعا 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 في الام اس 100%، لان لازم اتشخص ام اس غير لو لقيت ان عندي فيه سوبرا تنتوريال ليجنز. 50% موجوده في الان ام او، 35% موجوده في الانتي موج اسوشيتد دي مايليج، فاقلهم لكن ستيل اي كان هاف ليجنز اون ذا ام ار اي، لكن ممكن الاقي ايه؟ نورمال ام ار اي اوف ذا برين. فاينل ليجنز بقى انا عندي ممكن قوي الاقي زي الان ام او، الاقي عندي الاي تي ام اللي هو اكستنسيف لونج اكستنسيف ترانسفيرس مايلايتس
في تلتين الحالات، لكن ستيل ممكن الاقي شورت سيجمنتس في تلت الحالات بتبقى سنترال وبتبقى لاترال، الاثنين سنترال اند لاترال. طبعا الاي اي تي ام دي الفيتشر الاساسي في 95% في الان ام او، لكن عندي في الام اس ممكن بلاقي شورت لاترال، لكن ستيل في الام اس ممكن الاقي لونج، ولو لقيت لونج لازم يبقى معاها اسوشيتد تيبيكال ام ار اي ليجنز. يعني لو لقيت تيبيكال ام ار اي ليجنز اوف ام اس ولقيت الاي تي ام، العيان ده غالبا بيكون الاي تي ام، ولكن العيان ده سوري بيكون غالبا ام اس. حتى لكن لو لقيت الاي تي ام واي تيبيكال ام ار اي او نورمال ام ار اي، ساعتها ابتدي اكونسيدر القصه بتاعت الان ام او اند بي انتي موك اسوشيتد ديماتيشن ديزيز كورس. كان في الاول احنا لسه بنكتشف الانتي موك، كان بيقولوا انه مونوفيزك بيجي مره وخلاص زي الايدم. قال لك لا، اتس ا ريلابسنج ديزيز، ريلابسنج ريميتنج ديزيز. والديزيز بروجنوزس يا ترى ايه اخباره؟ يا ترى حلو يا ترى وحش؟ قال لك والله كونتروفيرشال. في ناس بتقول الديزيز ده هادي ولطيف وجميل وبيريكفر، وفي ناس بتقول الحقيقه انا ممكن يكون عندي هنا سام ستاديز ريبورتد مور بيناين ديزيز كورس وذ فيور ريلابسز وبيتر فانكشنال ريكفري زي ما احنا هنشوف دلوقتي. بس هقول لكم برضو في ستادي قالت ايه. يبقى الاغلب الاعم برضو نفس الستادي بتاعت راماناثان ديت اللي هي في 2017. ادي الفيتشرز، ادي عندي هنا نو ريكفري اللي هو البيربل ده، هنلاقي نو ريكفري لا قليل جدا جدا جدا. هنلاقي اكتر ايه، ادي عندي ده بارشال ريكفري وعندي كومبليت ريكفري. البيشنتس كلهم بيكزبت ريكفري بديفرنت ديجريز. ممكن نوصل ان عندي كومبليت ريكفري، ممكن يبقى عندي في ايه، في عندي بارشال ريكفري. ده كده اللي هو البارشال ريكفري، وعندي هنا الكومبليت ريكفري يا ترى. بس في الاخر انا عندي الفيت از ريكفري. ولكن وان ستادي ايدنتيفايد ذات فيو بيشنتس وذ موج انتي بوديز وهاد كلينيكالي ديفينيت ام اس وفيلد. يعني الكلام ده يعني انا عندي العيان ده عنده فيتشرز بالظبط زي العيان اللي شفناها من شويه. لو احنا قلنا حطينا عليها ماكدونالدز هتابلاي عليها ماكدونالدز التيبيكاليتي اوف ذا ديستريبيوشن اوف ذا ليجنز تمام. لكن يعني هو ده المقصود ان هي عندها فيتشرز بس هي مش ام اس. These patients had brain stem and spinal cord involvement with severe disease course, numerous relapses or failure of immunomodulatory therapy. متحسنوا على بلازما اكستشينج، بلازما اكستشينج يعني دول اخذوا الروتين الاي دي ام بي، متحسنوش، تحسنوا بس بلازما اكستشينج. فبيقول ان عندنا ممكن الكورس ما يبقاش ذات ماتش ان هو ايه يعني بيناين وبيرسبوند على طول للستيرويدز، ممكن يعلق معانا شويه ونضطر ان احنا ندخل في فلكس. مسؤول الاول في الاخر حتى بعد فلكس الدنيا ان شاء الله بتبقى البروجنوزيس از ماتش بيتر ذان مثلا حاجه زي الان ام او. ام ار اي فيتشرز اوف ذا انتي موج اسوشيتد ديمايلينيشن. وبالراحه كده هنمسك حته حته. هنمسك اول حاجه سوبرا تنتوريال ليجنز او ذا برين ليجنز. Supratentorial lesions were also found in half of the patients. احنا قايلين من شويه فعلا حوالي 35%، انا بقول لك 50%. 27% of patients بيقول لك بالظبط بالظبط زي ام اس ليشنز. 27% of lesions. Okay؟ فمعنى كده وجود lesions typical of MS does not exclude 100%. فلازم احنا يبقى الصوره عندنا كل البازل قطعها تبقى كامله. Clinical features, recovery, response to steroids, ال MRI ال CSF كله يتحط جنب بعضه عشان خاطر اقدر ان انا اكون الصوره. يبقى معنى كده الجراف اللي قدامنا شويه الاوفرلاب ان انا يس ممكن جدا يبقى على شكل زي الام اس تيبيكال. الانفراتنتوريال ليجنز بقى بتتميز بالاتي، موجوده ان ذا برين ستام ان ذا سيريبلم، كومن جدا بتحوالي 30%. المنظر بتاعها بيقول لك بيبقى عامل ازاي؟ بيبقى عامل زي فلافي ابييرنس. شايفين المنظر؟ منظر كده زي البونزر بتاع الام ار اي اللي شفناه من شويه. قلت لكم الليجنز مش الورك سيركمسكرايبد الاوفويد الجميله بتاعت الام اس، شكلها كده منتش فلافي. ففعلا ادي المنظر عندي فلافي ليجنز موجوده، فلافي ليجنز موجوده في الحته بتاعت هنا تقريبا مدرسه البلف دانكل اللي هو البونزر داخل السيربال. What about the lesions of the spinal cord اللي هي الاشهر والاهم؟ بتبقى موجوده في حوالي ثلثين العيانين. بيوروني مين؟ قلنا من شويه ال اي تي ام موجوده في ثلثين العيانين اهو. ادي ال اي تي ام، وال اي تي ام معناها مور ذان 3 فيرتبرال سيجمنتس، يعني 1 2 3 اهو شايفين معدي داخله على 5 او 4 ونص.
اوكي موجوده فين؟ موجوده سنترال وموجوده برضو لاترال اهو. الليجن اهو ده هايبو انتنس اهو ليجن موجود اهو هنا اهوت تمام. تيبيكلي تيبيكلي يا جماعه المايلايتس of the anti-mog associated demyelination involving both the gray and the white matter. Involving the hepatitin, covering more than 50% of the axial section of the medullary cord. وممكن يبقى معاها ايه؟ cord swelling, myelitis محترمة. زي ما هو باين طبعا. في بقى حاجة مهمة جدا خاصة بالانتي-mog. Involvement of the conus. احنا عارفين ال اي ام عادي كل حاجه، بس قال لك انفورمنت اوف ذا كونس دي لا، دي تخليك تفكر قوي 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 انه ممكن يكون انتي موج اسوشيتد ديمايليشن. كونس انفولفمنت هايلي سبيسيفيك فور موج اسوشيتد ديمايليشن. ادي عندي اهوت، ادي حته الكونس اهيت من تحت، ادي شايفين ده تي 1 واخد انهانسمنت. بيقول لك الانهانسمنت بتاعتها شكلها عامل ازاي؟ يبقى ليها بليرد مارجنز cloud like enhancement. يعني هي دي ماسكه قصه السحاب fluffy appearance of the lesions. بعد كده الانهانسمنت يقول لك دي والله cloud like enhancement يعني شعريه شويه. ايه المناظر بتاعه ال lesions of the anti mog associated in the spinal cord؟ ودكتوره نيمين برضه في محاضرتها الرائعه على الام او اكيد قالت لكم هذه التيرمز. انا عندي حاجه هنا مثلا لو تلاحظوا عامله ازاي، اكنها واخده الايت شيب ابييرنس كده صح، واخده الايت شيب ابييرنس بتاعتنا ده انفولفينج ذا وايت اند ذا جراي ماتر. انا عندي هنا اهوت ده الايت شيب ابييرنس اكتر يمكن باينه هنا اهوت، ولو انها برده هنا مديانه شويه ايت شيب ابييرنس هنا برده. هنا فاكرين الكلمه اللي الدكتوره مي قالتها لكم اللي هو اسمها برايت سبوتي ليجن، حاجه كده منوره جوه السباينال كورد؟ يس زي الان ام او انا عندي نفس الفكره في الانتي موج، عندي برايت سبوتي ليجن. فدي ديفرنت ليجنز او ديفرنت ليجن هابنز ان ذا اي كروس سكشن او ذا اكزيال كاتس اوف ذا سباينال كورد. نيجي بقى لاكثر اهميه، احنا بدانا بالبرين الاقل اهميه في الانتي موج، ثم السباينال كورد اللي هو يعلو، وهنا بقى نيجي للفيتشر الاساسي بتاع الانتي موج اللي هو الاوبتيك نيورون. ايه الفيتشرز بتاعته؟ مبدئيا انا عشان اطلب ام ار اي لاوبتيك نيرف فاكرين بطلبه بايه؟ لازم اطلب الام ار ايز بتاعتي ببروتوكول معين. الام ار اي لو عايزه اعمل اوبتيك نيرف بعمل حاجه اسمها ويت فات سبريشن، بطلب كده ويت فات سبريشن اسمه تي 2 ستار ويت فات سبريشن. ليه؟ عشان الفات بيغطي على الاوبتيك نيرف، فانا عايزه اسبريس الفات فاقدر ان انا اشوف الاوبتيك نيرف كليرلي. لما اطلب كده اكتب كورونال with fat suppression. ادي عندي هنا هنلاحظ ايه؟ ادي الاوبتيك نيرف موجود عندي. ادي الاوبتيك نيرف بيقول لك ايه؟ الفرق بين الاوبتيك نيرويتس of the anti mock and the NMO. الاثنين بي consider او بي involve great part more than 50% of the optic nerve. بس الانتي mock بي involve the anterior segment. The anterior segment is involved. ده بيقول لك حتى including the intraorbital part of the optic nerve للدرجه دي. Sparing الكيازما عكس ال NMO. ال NMO بي involve اكتر ال posterior segment involving the كيازما، فده العكس. لو نشوف anterior يبقى بفكر اكتر في الانتي موج، posterior اكتر في ال NMO. اهو لاحظين هنا ايه يا جماعه؟ في swelling of the optic nerve، وهنا كمان ده T1 ففي عندنا enhancing lesions of the optic nerve. شايفين قد ايه involved؟ تقريبا كل ال width the whole width of the optic nerve is involved. هنا cuts ثانيه coronal cuts ثانيه ده diffusion weighted image. يقول لك هنا بيورينا restricted diffusion. لو عندي optic neuritis كان عندي restricted diffusion، ده ال ADC اللي هو الافرنت ديفيوجن كوفيشنت قال لك لا بدا يبقى اسود، الانفلاميشن بقى اسود. هنا بتكلم على الستير سيكونس، والستير دي شفناها كويس قوي فين؟ فاكرين في السباينال كورد بتورينا ليجنز حلوه قوي. الستير برضه موريانا هنا اهوت ايه الانفولفمنت اوف ذا اوبتيك نيرف، دي ال تي 1 وذ كونتراست مورياني حاجه فيري سبيسيفيك للانتي موك. حاجه اسمها ايه؟
حاجه اسمها بيري اوبتيك نيرف شيث انهانسمنت. يقول لك بيحصل انهانسمنت للفات اللي سراوندنج الاوبتيك شيث. دي حاجه كاركترستيك جدا للانتيلوك، تبقى موجوده في حوالي ثلث الحجم. بيري اوبتيك نيرف شيث اللي هي انهانسمنت اوف ذا فات سراوندنج ذا اوبتيك نيرف. ده الفرق بينه وبين الاكوابولين فور انتي بادي بوزيتيف اوبتيك نيرفايتس اللي هو الان ام او انفولد بوستيريورلي وانكلودنج الكيازم. ده كده كلينيكال فيتشرز اند ام ار اي فيتشرز. لابوراتوري تيستنج ماشي، احنا دلوقتي خلاص هاو تو تيست فور الانتي موج انتي بوديز ان سيروم كان بي اسست يوزنج سيل بيس اسي زي بالظبط الاكوابولين انتي بادي. Similar to aquapurine 4 NMO, MOG are mainly found in the serum. No intrathecal production of MOG antibodies. عملت CSF مش هلاقي فيه كده، موجود في السيرم. طبعا زي برضو ال NMO بندور على cells، فعندي بيبقى فيه increased pleocytosis, increased neutrophils. In the CSF, oligoclonal bands يا ترى positive ولا negative? These are generally negative، ولكن can be positive in 11 to 14% of cases. يبقى اذا وجود positivity في CSF ليست حكرا على الـ MS. عشان كده العينه اللي اتكلمنا عليها في الاول كانت positive في CSF، وعشان كده يعني neurologist او احنا في الاول قلنا دي MS، لكن في الحقيقه ممكن او يبقى عندي انتي مارك ويكون عندي نسبه منهم في positivity في CSF عشان اتلخبط زياده اصلا الموضوع ناقص. تمام. طبعا هنا حاجه مهمه جدا انه الستيرويدز دو افكت the result of the anti-MOG and the aquapolin 4 antibodies. عشان كده بنستنى شهر ما بين اخر steroids and the النتيجة عشان خاطر ما تتأثرش بالستيرويد use. عكس الاوليكوكلونال بانز، الاوليكوكلونال بانز دلوقتي خلاص احنا ممكن نعملها عادي لو العين حتى بياخد steroids او سوليمدول، ممكن قوي ان احنا نروح عاملين ال CSF وتطلع بوزيتيف ما تقلبش نيجاتيف، لكن دول الاكوابولين 4 والانتي-MOG ممكن يقلبوا نيجاتيف لو اخذنا steroids بروحي. Treatment. Demyelination. هعمل ايه؟ عادي جدا الستيرويدز اي دي ام بي بنديها، واحنا عمالين نقول هنا كرات الشيلدرن لانه قلنا بيبقى بيجي في الباست ماجورتي اوف ذا بيشنتس ممكن يكونوا تشيلدرن، فمهم قوي ان انا ابعت الدوز 20 تو 30 ملي جرام بير كي جي بير دي فور تشيلدرن، وبادي جرام فور ادلتس عادي جدا، اوفر 3 تو 5 دايز العادي بتاعنا جدا. المهم جدا بقى بعد ما بدي الاي دي ام بي الاورال تيبر. هنا الاورال تيبرنج از فيري امبورتنت، ان انا في الاخر اي هاف تو تيبر فيري فيري جرادولي، وبعد كده بمشي على مانتنس فور اوان. مانتنس كورتيكوستيرويدز افتر سكند اور فيرذر ديمالينيتنج ايبيسودز ات ديلي دوزز اوف مور ذان 10 ملي جرام فور بيشنتس مور ذان 40 كيلوجرامز اند 5 مور ذان 5 ملي جرامز فور بيشنتس. يعني ايه الكلام ده؟ ان انا اتليست ايه المانتنس دوز بتاعتي المسموح بيها؟ لو عندي حد ادلت اكتر من 40 كيلوجرام في الحاله دي بمشي على 10 ملي جرام. ده مانتنس بعمل تيبرنج تيبرنج اقل لغايه ما اوصل 10 ملي جرام. لو تشيلدرن اقل من 40 بمشي على مانتنس كام؟ 5 ملي جرام اورال بريدنزول. طيب عندي فيتشر مهم جدا بينوت ان العيان ده ممكن ينور في مخي ان هو انتي موج، لو لقيت ان انا لما بوقف الستيرويد بيحصل ريكرنس تاني. اوقف الستيرويد بيحصل ريكرنس تاني. ابتدي افكر الله في الام اس ما بيحصلش كده، انا خلاص ده انا حتى بقول هيت اند ران، انا بدي الاستيرويدز والاي بي ام بي وخلاص. سمتايمز مش بدي حتى في معظم الاحيان ما بديش الاورال تيبرنج، لكن في الانتي موج لو بدات اسحب بسرعه او وقفت على طول ممكن يحصل الكرنس اوف سيمتومز. فريكونت ريلابس اديلي بريدنزولون دوزز ليس ذان 10 ملي جرام. عشان كده زي ما قلنا المانتنس بتاعي يبقى 10 ملي جرام within the first 2 months of steroid cessation and rapid taper. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا لو وقفت بسرعه ها او يعني الستيرويد within the first 2 months of steroid cessation اول شهرين من الستيرويد وقفتهم ممكن قوي العيان يبتدي يديفلوب السيمتومز تاني. عشان كده بنتين فور كويت يعني لونج تايم لغايه اما ادخل بحاجه امين سبريسن تقدر انها ابدا بعد كده اشيل بعدها الستيرويد. عشان كده مطلوب برولونج ستيرويد تيبر. ده هيعمل ايه؟ هيقلل الايرلي لابسز فولوينج الستيرويد سيسيشن ويديني مانتنس اوبشن زي ما اتفقنا 10 ملي جرام دي فون. اي في اي جي عادي جدا في ذا سكند ستيب. لو ال اي في ام بي ما نفعش معايا اي كان جيب اي في اي جي 2 جرام بير كي جي اللي هو طبعا فور 2 دايز اند سبسيكونت مانثلي دوزز اوف 1 جرام
بير كي جي انفيوجن ده كمان كويس. ستيرويد سبيرنج اليوم سبشن بقى ابتدي ان انا اقول خلاص انا مش عايزه ادي ستيرويد فتره طويله، دول اطفال ممكن ياثر على النمو بتاعهم على العظم بتاعهم، مش هنبتدي مش بنحب الستيرويد فترات طويله، فممكن اعمل ستيرويد سبيرنج سبشن يوزنج مايكروفينوليت موفيتيل ازاتيبين او ميدوتروكسيد ات ادكت دوزز. ايتوكسيماب، ايتوكسيماب احنا قلنا من شويه تيتروباثوجينيسيس ده عباره عن ايه؟ بي سيل ديزيز، فهو مديتد عن طريق البلازما سيلز والبي سيلز، فلو وديت حاجه اسمها ايه؟ اسمها بي سيل ديبليتنج ثيرابي او انتي سي دي 20 اللي هي سي دي 20 اللي موجوده على البي سيلز، في الحاله ديت انا ممكن قوي ان انا احمي واعمل جود بروفيلاكسيس اجينست ذيس ديزيز، وفعلا الايتوكسيماب من احسن الحاجات اللي ممكن نستعملها. Defined rituximab failure was defined as a relapse occurring between 2 weeks and 6 months after treatment. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ممكن اصلا يحصل عندي ادي rituximab ويحصل عليه كمان failure، ما هنعمل ايه؟ مفيش حاجه 100% يعني. فبيقول لك انه ده بيحصل ازاي 2 weeks and 6 months after treatment، بعد ما اديت rituximab 6 months after treatment ممكن يحصل عندنا repopulation relapse. ليه؟ يعني حصل جمعوا تاني بعد ما انا عملت خلاص depletion، يروح مجمعين تاني يروح عامل لك القصه دي. عشان كده محتاجه ان السي دي 19، السي 19 ده ايه يا جماعه؟ سي دي 19 برسنتج ده اللي بيقول لي الديجري اوف اكشن اوف اكريلوزوماب او الديجري اوف اكشن اوف ريدوكسيماب اخبارهم ايه؟ دول اللي انا بمونيتور بيهم الريسبونس تو تريتمنت، ان انا في وقت من الاوقات مثلا قعدت سنتين بدي ريدوكسيماب بقول لهم طب اعمل لي سي دي 19 اشوف احنا فين، هنكمل هنتيبر هنعمل ايه؟ treatment failure rates were lowest امتى بقى؟ لو عملت معاها oral prednisolone يعني the best combination for case of anti-MOG associated demyelination rituximab مع 10 mg prednisolone، لانه حتى rituximab لوحده ممكن يحصل معاه response failure نتيجه لل B-cell repopulation. anti-MOG positive patients not treated with interferons لانه الانترفيرونز ممكن تعمل ورسنينج للسيمبتوم زي ما احنا عارفين كده وخلاص حفظناها كويس قوي في الان ام او، ان الان ام او بيورسن بالادويه الام اس، نفس القصه ممكن تسري على الانتي موج، ولو ان حتى هذه اللحظه في بيشنتس في كل العالم بيتعالجوا انتي موج بيتعالجوا بالادويه الام اس وريسبونسز مختلفه، بس طالما ان احنا شخصناه كانتي موج ابعد عن مجموعه التنجل مود والانترفيرونز، دي حاجه كوزموبوليتن وتبقى جينس البي سيلز احسن حاجه. نرجع العينة بتاعتنا تاني. Would you think that the patient has anti-MOG syndrome ولا ايه يا جماعة؟ ايه رأيكم في العينة اللي احنا شفناها دي؟ ولا هي عامل very bad response on the interferon؟ فاكرين؟ اللي دخلت في ايدم. فعلا احنا رجعنا نفسنا مع العينة ديت بعد ما قرينا اكتر وقلنا انها ممكن تبقى anti-MOG associated demyelination. Evidence بايه؟ انه جالها ايدم. Worsening on the interferon. انها بدأت بأوبتيك نوايتس و very good response on the steroid. ما لخبطتش غير لما سحبنا الاستيرويد وادينا انترفيو الدنيا بعد كده باظت، فده عندي جود بوسيبيليتي انها فعلا تبقى انتي موج اسوشيتد ديمايليشن ذيس بيشنت. تعالوا نتكلم على الفيتشرز بتاعت السي اس اف بقى او اللابوراتوري فيتشرز اوف كل حاجه من اللي احنا قلنا عليها داخله في بعض. الام اس الانتي اكوابولين 4 لازم يكون ايه؟ لازم يكون نيجاتيف. طب والانتي موج لازم يكون نيجاتيف، يعني لو بوزيتيف ما ينفعش يكون ام اس. طب والسي اس اف بوليكلونال بلازما احنا عارفين 95% هنا قايل لك 80% بس احنا اكشلي في التكنيك اللي بنستعمله اللي هو الايزو الكترو فوكسنج لا بنطلع 90% 95% كمان. الان ام او السيرم اكوابورين 4 لازم يكون بوزيتيف لازم يكون نيجاتيف. طب السي اس اف بوليكلونال بلازما ممكن ان 28% الان ام او ممكن الاقي بوزيتيف بوليكلونال بلازما، اذا دي في الثلاثه الانتي موج اسوشيتد ديمايلينيشن الاكوابولين 4 لازم يكون نيجاتيف والانتي موج لازم يكون بوزيتيف. طب والسي اس اف قلنا حوالي 10% ممكن يكون بوزيتيف في اوليف كلونال بانكس. الموج انتي بودي اسوشيتد ديمايلينيشن لما اتفقنا بيوريني دايفرستي ان فينوتايبس سم اوفرلاب مي بي بريزنت بتوين بيشنتس وذ كلينيكالي ديفينيت ام اس اند موج انتي بوديز ان اديشن للان ام او. خلاص احنا في احيانا فعلا ما بنعرفش نفرق يعني اي ثينك ان انتوا لو بتراكتس وبتشوفوا بتنزلوا معانا الوحدات وبتراكتس حتى ان يور هوسبيتالز هتلاقوا ان في عيانين في الاخر بيطلع العيان ده مش عارفين فبنقول عليه حاجه اسمها اوفرلاب سيندروم. ستيل الموج اسوشيتد ديمايلينيشن ايمج از نوت كلير انف، واحنا
دلوقتي زي ما العالم كله بدأ من 2015، احنا كمان في مصر ممكن قوي ان احنا نبتدي معاهم. فبليز شير يور اكسبيرينسز معانا، ممكن ان احنا نبتدي نجمع حالات، نبتدي نشوف مع بعض انترستد ان احنا نعمل اي حاجه. واحنا عندنا على فكره الانتي موك انتي بوديز موجوده عندنا في القصر العيني، وبنعملها البيشنتس، بس لازم البيشنت يكون جايب فيتشرز تستدعي ان احنا نعمله الانتي موك. يعني لازم يبقى جاي كده بريبورت ايه انت ليه عايز تطلب له انتي موك. وي كان دو ات فور هيم دلوقتي. اي ام ريدي فور اني كويستشنز. هحاول اعمل لكم ان ميوت عشان لو اي حد عايز يسالني اي حاجه تحت امرك. شكرا يا دكتورة نيفين. أنا كنت عايزة أسأل سؤال، ليه في الروتوكسيماب بنفولو بالـ CD19 CD20؟ شوية يا جماعة. I'm ready to give you. انا عملت لكم امبيوت كلكم، في اي حد عايز يقول اي حاجه بليز. محمد في ايه؟ واحد اتفضل. ماشي يا محمد. هي بوست اكتل بس واحده بقى لها ثلاث اسابيع ما بتاخدش انتي ابليبتك وبتاخد برين ستيميولانت. انت اديتها انتي ابليبتك عندك، يعني الحاله دي المفروض ان البروجنوز بتاعها كويس، يعني مش هتبقى قلقان قوي لما تبقى عندك في المتوسط. محمد انتوا ثلاثة في النبطشية، امال لو اتنين بس؟ No questions يا جماعة. I'm going to leave. هو في نويز. طب وبعدين؟ في نويز بس. طب وبعدين؟ ما تشوف اللي معاك فين؟ يعني انت بتتكلم كده تبقى انت اوفر لود. في حد داخل بيتكلم بس. انتوا ثلاثة في النبطشية يبقى كان في اي تفاعل. انا ما لان لما تبقى حاله مشكله في الدايره بس بياخد باله منها، وفي ثلاث نواب في النبطشيه، يبقى الحاله ينفع تدخل المتوسطه ولا لا؟ اه فندم. فندم انت تشتغل معايا كلم العنايه. كنت بسال هل ينفع نستخدم الاوكيلوزوماب مكان الروتوكسيماب؟ وايه الفرق بينهم؟ ثلاث اسابيع بتفتس وما احتاجتش انتوبيشن. يا جماعه انا سامعاكم دلوقتي. بص يا محمد، وانت هيجي لك ايام هيبقى ما عندكش بليسز وهتاخد حالات مبعوثه من الاستاف، مش دي القصه دلوقتي. انت دلوقتي انا مع عيال من اسبوعين وعارف ان انت اكبر ولا فوقك ريلوكتنت وانا تحتك ريلوكتنت. خلاص مش هيبقى كل مره بنيجي على مصلحه العيان علشان الامير عايز يشتغل ولا مروه موجوده. انتوا ثلاثه في النبطشيه يبقى عادي لما عينها ريسك تطلع الانترميديت. خلاص انتوا واحد منكم انتوا الثلاثه ايا كان هو مين بقى. اسراء انت سامعاني؟ انت تقعد اون كول ومروه فوق اصلا. اسراء انت سامعاني؟ طب يا محمد ممكن تكلم احمد رمضان تقوله اللي بيحصل ده، عشان احمد رمضان هو اللي ربطش معاكم النهارده اصلا. غير كده احمد اساسا هيبقى ليه كلمه عليكم. انا بص انا مش عارفه اقول لك ايه، بس مش هينفع كده. ازي حضرتك؟ دكتورة اسراء اصلا انا مش هينفع اقول لك حاجه في نوتي حد تاني. فانت كلم احمد. دكتورة اسراء بليز. اسراء حضرتك سامعاني يا اسراء؟ بص يا محمد، يعني انت بص انا هقول لك حاجه دلوقتي. مروه فوق واميره تحت. يعني انت في يعني انت بتساعد مروه ولا بتساعد اميره؟ انا ما اعرفش طب وبعدين يبقى كده الحل ايه بقى؟ حضرتك ممكن تعملي ميوت للكل، واللي عايز يسال سؤال ممكن ارفع السماعه على احمد رمضان وقول له ان انا لا دي معايا ولا دي معايا، وفي حاله ريسك تدخل الانترنت. في حد عايز يسال حاجه؟ اساله كده لما يبقى يعني ده يرضي ربنا. ما يبقى ثلاثه قاعدين في النبطيه وفي ناس منهم قاعدين ما بيعملوش حاجه، والعيال مش هتطلع فوق عشان ما حدش هيبقى جنبها. دكتوره نيفين ميوت اول، او خليني انا ارجع هوست تاني عشان انا كنترول الدنيا. يلا استلم. طيب حضرتك حضرتك ما... طيب انا معلش انا هاوفر تيك معلش. طيب. لا بليز تشالنج. كنتيني لما بدخل؟ لا لا كنت بدخل في النادي. ايه
ما انا بعملها كده من دي. تعالي تعالي يا on steroids with dual, suspected to be anti-mog, so we need to do self-defense. Please, Iman, أيوة دكتور سبعة حضرتك. سبعة حضرتك. يا حبيبتي. Yes, you are right. السؤال بتاعك for cases of ADEM who relapse on steroids growing. Yes, yes. احنا الادم دلوقتي لازم تعملي له انتي موج لانه ممكن قوي ما يكونش اللي هو المونوفيزيك ادم العادي، ممكن يكون انتي موج. ممكن بدا يحصل فيه كذا حاجه يعني فعلا انتي موج سبيشلي ان هو ايج. شكرا يا دكتور، شكرا لحضرتك. الانتي موج بوزيتيف، هل وجود انتي موج بوزيتيف؟ يا نهار ابيض يا محمد، ايه يا محمد ده ليه كده يا محمد؟ لا بص بقى يا محمد، احنا لسه كنا بنقول في فصل قوات. عندك حاله كده دي عندك حاله فيها الاثنين انتي موج بوزيتيف، لا لانه القاعده اما اكو برين بوزيتيف يا اما انتي موك بوزيتيف، مين لا يكتم يا عين؟ فلو عندك حاجه زي كده دي لازم تعملها كيس ريبورت بصراحه. My question why we test for CD19 in a toxic lab not CD20؟ السؤال ده انا شخصيا يا اماني سالته لتوماس برج، بقول لك انه اسهل تريسنج وان هو CD19 وCD20 الاثنين اكنهم CD19 is a فانا برضو السؤال ده كان محيرني زي بس. عاوز اسمع الاجابه تاني يا دكتوره نيفين معلش. انا ما اعرفش مين اللي بيعيط يا اسراء. يا اسراء حرام عليكي. انا تاني انا تاني. يعني مش كفايه عشان لقيت الطوارئ كمان في اطفال. اسمها شايف شكلها سابت السكين وبتكلم بالتليفون وشايف محمد عامل لها ميوت اسراء والنبي. بصي يا امين دكتوره نيفين بعد اذنك حضرتك دوسي على سبيكر في البارتيسيبنتس واعملي ميك هوست. طيب انا واضح ان انا عامله لك مشكله. حاضر هشوف الموضوع ده. سبيكر هيك اعمليه ميك هوست. طب استنى انا عايزه اطلع انا بره سكرين. الليزر بوينتر ملخبطني يا محمد. الليزر بوينتر بصي حضرتك مش لازم انا ارجع هوست تاني، حضرتك خليكي هوست بس في اخر البارتيسيبنت ليست. حضرتك اعملي ميوت اول ولما بيطلع هيك البوكس بتاع اوكي هيك اعملي ان تشيك ان هو البارتيسيبنت كان ان ميوت ذم سيلفز. طيب ماشي هيك اعملي ميوت اول لما هيك هيطلع لك تشات بوكس كده عشان هيك تعملي اوكي في تشيك بوكس كده اللي هو بارتيسيبنتس كان ان ميوت ذم سيلفز هيك اعملي لها ان تشيك عشان ما حدش يعرف يعمل ان ميوت لنفسه. طيب واللي عنده سؤال يبعته في التشات بوكس ودكتوره فينا تجاوب عليه. عملت ميوت اول. طيب بس انا لسه بتكلم فاكيد هيك ما عرفتيش مين تقول. تخيل ما انا مش عارفه الليزر بوينتر ده ملخبط ازاي اشيل الليزر بوينتر عشان اشتغل بالكرسر عادي. او حضرتك اعملي لي هوست تاني يا دكتوره نيفين. انا كنت نقلت الهوست لحضرتك. حضرتك يا اما رجعيني هوست تاني وانا اتصرف يا اما حضرتك اعملي انا
والله نفسي ارجع خوست. انا المفروض ارجع خوست دلوقتي. طيب ماشي استنى بقى اما اشوف اعمل ايه. طيب عموما بصي يا محمد بعد ما نخلص هظبط معاك القصه يعني. هي اسراء طيب هي الدنيا هاديه عموما هاي بسرعه. حاضر انا الايميل بتاعي في دكتوره بتسال على الايميل بتاعي. اوكي الايميل بتاعي nevinmohy@gmail.com. اوكي اي هوب ان انت يا دكتوره تكوني حضرتك اخذتيه. انا تحت امرك طبعا. اوكي يا ريت حضرتك بتاكدي ان انت اكتبي بس ان انت ريسيف. اوكي can we give azathioprine with steroids if anti-mogdetoximab unavailable? Yes, yes, yes. ده كتير احنا ممكن نعمل كده. بصي بصي يا شريف احنا بنعمل كده فعلا according برضو to the severity of the condition. يعني مثلا لو اختك نيرويتس وقبل الستيرويدس والدنيا ماشي حبيبه I can start azathioprine. لكن البيشنت اللي احنا شفنا لها use azathioprine, I can use mycophenolate mofetil, ممكن نستعمل الميدوتوكسيد. فكل الحاجات الميوسابريسنت ممكن نستعملها جدا مفيش اي مشكله خالص. في حاجه تانية عايز اقول لكم عليها يا جماعه انه الكراين ديزيز اللي هو الكرونيك ايديباتيك ريكيرنت اوبتيك نيورايتس دلوقتي دخل تحت طائله الانتي موج. يعني قبل كده كان في سندروم اسمه كراين ديزيز, دلوقتي كراين ده بقى محطوط مع بقى تحت الانتي موج اللي هو ده بتلاقيه ان هو العيان عنده ام ار اي برين نورمال, ام ار اي سيرفايكال نورمال, ممكن تعمله اكوا الاكوا بورين يطلع نيجاتيف, الانتي موج يطلع بوزيتيف. فقبل كده ما كناش بنعمل لهم انتي موج, لكن دلوقتي الحالات اللي هي ريكيرنت اوبتيك نيورايتس وذ نورمال ام ار اي اوف ذا برين اند ذا سباينال كورد وحتى نيجاتيف سي اس اف ممكن قوي انها تبقى كرايون وتبقى دخلت دلوقتي تحت الهيدنج بتاعه الانتي موج بنديهم ازاتيبرين. فلازاكور instead of prednisolone. محمد الكيلاني please I don't know what is the فلازاكور. I don't know what's فلازاكور فبليز ده انا مش عارفه انت بتشتغل فين انت يعني في مصر عشان فلازاكور ده مش عارفينه في مصر الحقيقه. فبليز لو انت بتشتغل في حته تانية اكتب لي بس هو عباره عن اوكي بروجنوزس يفرق في البروجنوزس من ناحيه ايه يا محمد يا جمعه انت بتقول يفرق في البروجنوزس. يس انت بتكمل السؤال بتاعك يا محمد اللي هو انتي موج بوزيتيف او انتي ان ام او بوزيتيف. احنا قلنا فعلا في الليكتشر لو كنت مركز يا محمد معايا قلنا انه البروجنوزيس بتاع الانتي موج جنرالي از فيفربل احسن من الان ام او. يعني لو انا انتي موج بوزيتيف غالبا بيرسبوند اكتر وبيبقى فيه يعني جود ريكفري اكتر من الان ام او بوزيتيف. For cases, دي قلناها خلاص اللي هي بيلابس. Okay يا جماعة, which demyelinating disease most commonly associated with GIT symptoms? Oppo, يا Oppo. تقصد ايه بال GIT symptoms؟ لانه مش مفروض انه ال GIT symptoms is a feature of any of those three. ولكن MS هو اللي ممكن يكون معاه autonomic dysfunction in the form of bowel problems زي gastroparesis زي constipation. فلو بنتكلم انا مش عارفه انت قصدك ايه بس لو بنتكلم على GIT symptoms فده بيبقى part of the autonomic بيبقى موجود مع ال MS مش مع الحاجات التانية. اوكي اي ثينك انه دكتور محمد جمعه رفع ايده بس ما اعرفش هو كده السؤال بتاعك الجواب دكتور محمد ولا لسه في سؤال. لو في سؤال ممكن تفضل انا عملت لك ان ميوت يعني ممكن تفتح المايك بتاعك يا اما نزل ايدك. Sorry as a lab due to internet was the answer of MRI brain presenting can be NMO. الدكتوره نهاد سعد الله اي ثينك انها رجعت ثاني. نهاد بتسالي على ال answer MRI brain of the presenting case can be NMO. بصي يا نهاد هو ال patient aquaporin negative انه طبعا انا مو كان من الحاجات اللي احنا دافنتلي دورنا عليها ايشز اكوا فورين نيجاتيف. اي نو دكتور بات يو نو ذا ام ار اي برين ات هاز ا لوت اوف ليجنز
we can suspect if there is a lot of lesions like this, we can still suspect NMO يعني before we doing the lab test. ايوه طبعا عشان كده احنا عملناه عشان يسسبكتد. تمام بس خلي بالك من حاجه ان احنا we should have at brain stem at the area posterior and the spinal cord. بصي بقى يا نهاد عشان احنا ساعتها احنا عندك وقت you have to open all the differential diagnoses. بالحاله دي ايه اللي اجنس الان ام او؟ لجنس الان ام او اول حاجه ان ما عنديش الاي تي ام تمام، ولو ان برده ده مش اجنس 100%. الحاجه الثانيه ان انت عندك برزنتيشن بايدم تمام، فايدم هتصدري الاول الانتي ماك ثم الان ام او. ما اقدرش اقول لك الان ام او ما يجيش ابدا، عمره ما يجي بايدم يعني فاهم، بس مش ده الكومن يعني. احنا عندنا الكور فيتشرز بتاعته ما فيهاش ايدم فاهمه، فهو كبريزنتيشن ويت ايدم هتحطيه، بس هتحطيه ذا اند اوف ذا ليست، لان انت في الاخر بتحكمي على كذا فيتشر، على بريزنتيشن، على ام ار اي ايمجينج، على سيرفايكل اذا كان برين او اذا كان سيرفايكل، على سي اس اف، فهي في الاخر حاجات بتتحط جنب بعض. لكن اكوابورين تيست واز دون فور سبيشال ستيل وي نيد تو اكسكلود اند ات واز نيجاتيف. معلش يا دكتوره نيفين، ممكن تاني اجابه السؤال بتاع السي دي 19؟ سي دي 19، بصي يا اماني سي دي 19 انا شخصيا كنت محتاره بقول واي نوت تو بروسيد ايميديتلي تو سي دي 20 على طول يعني، فواضح ان هو الاسسمنت بتاعته بتبقى اسهل، وبعدين بيبقى ريفلكشن، هو نفسه بيكون ريفلكشن لل اهو يعني ريفلكشن للسي دي 20. يعني انا حتى سالت السؤال ده لحد في الايمونولوجي يعني الايمونولوجي من ال اعمدت يعني نيوروميولوجي الانترناشونال، فكان اجابته ان هو ده ريفلكشن للسي دي 20 وي اسست موست بروبلي بيكوز اتس مور ايزي تو بي اسست ذان ذا سي دي 20. بس طلع على فكره اللي كان اسست ذا سي دي 20. شكرا لحضرتك، العافيه جميله. كله تمام شباب؟ اوكي. ديفلازوكورت كورتيكوستيرويد ايفكت وذ نو ستيرويد سايد ايفكت ديفلازاكورت. بص يا محمد I will check this deflazacort برضو. انت في مصر يعني اكتب لي كده، انت في مصر ولا انت في حتة تانية غير مصر؟ لانه لو يعني if it's available هيبقى طبعا حلو. دكتور محمد بيقول ان عندنا في deflazacort دوت steroid بس ملوش side effects of steroids. I will search for it. انت في مصر؟ used in muscle disease. okay. is it yes ما ناس بتوع ال بلازاكور. اوكي I'll answer you. بس yes why not، احنا ممكن نستعمل why not if I can use this. اوكي yes يا محمد احنا ممكن نستعمل بلازاكور. yes we can use it as an alternative to prednisolone. yes we can do this. الأكريليزوماب كان بيوز ان انتي موج، طبعا ما فيش عندنا ستاديز تقول كده يعني I cannot tell you so، ولكن من حيث المبدأ can be yeah why not، بس we cannot say so and we cannot prescribe it even لأنه I don't have any trials for this. I cannot say yes بس logic wise it can be because the B cell depleting زي الريتوكسيماب. بس خلي بالك من حاجة برضو، الريتوكسيماب أكتر بيستعمل ناحية الإيه اللي هو الكومبلمنت، الكومبلمنت problem compound pathology. ال سي دي 20 اللي هو الاكريليزوماب بيستعمل اكتر ناحيه ال بيستعمل اكتر ناحيه اللي هو ال انتي بودي ديبندنت سايتوتوكسيسيتي، يعني ده كومبلمنت ديبندنت سايتوتوكسيسيتي وده انتي بودي ديبندنت سايتوتوكسيسيتي تمام. بس it seems to be logic يعني very logic ان احنا نستعمله، بس it needs a trial الحقيقة. it needs a trial. I cannot tell you so. اذا كانوا مش بدول الامس هدول الانتي ممكن قلبه قد FDA for DMD. yes تمام. okay طيب تمام. any more questions؟ thank you. bye.